مارال تسلاكيون موجوده معنا اليوم بويندو كوزمد، رح نتعرف اكثر على فود انجينيرز. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كاتيا. مارال اخصائيه غذائيه وحضرتك اونر او مؤسسه لفود انجينيرز، ورح نحكي عنه اكثر بالتفصيل لحتى نشوف كيف فينا نكون مهندسين اذا بدنا نكون عم نحافظ على صحتنا يوميا ويكون اللايف ستايل مختلف لنقدر نحافظ على الصحه وعلى الوزن. مظبوط. بونجور كاتيا. يا هلا. شو هي فود انجينيرز بالاول؟ فود انجينيرز هي اكيوريت دايت سنتر. بنقول اكيوريت لاننا بنحافظ ناخذ انتو كونسيدريشن افري سينجل ديتيلز. نحن من اول شيء عندنا دايتيشنز وانا هيد اوف دايتيشن. بيجوا لعنا ناس بدهم اول شيء يخسروا وزن. عندنا بروجرام لانزال الوزن. في بيجوا مع مشاكل غدد، عندهم ما عم بيقدروا ينزلوا وزن، عندنا اندوكرينولوجيست بتابع معهم، نشتغل بارالال مع الاندوكرينولوجيست. في ناس بيجوا عندهم هاي بلود بريشر وحابين ينزلوا وزن، سو عندنا كارديولوجيست كمان نتعاون مع بعضنا. سكري، ضغط عالي، اي مشاكل ممكن وكل المشاكل على كل حال الجسم يعني الغذاء بياثر عليها. اكيد هي البيز، لازم ناكل صحي to prevent all the diseases. بس بيجوا اجمالا بيكونوا وصلوا at the end، يعني وصلوا at the end stage، يعني منحاف هون بنعمل prevention. شغل الدايتيشن هي prevention تا نختصر الامراض لاحقا. يعني يا ريت من قبل بيكون عم ينشغل على اللايف ستايل، هيلثي لايف ستايل، حتى لما نوصل على مشاكل صحيه ونصير عم نعالجها. مزبوط كاتيا. وعندنا كمان اندرمولوجي ديبارتمنت، في كثير ناس بيجوا نحيفين منهم بحاجه للدايت، سو عندهم بنسميه لوكلايزد فات، عندها اندرمولوجيست بيجوا يعني دهون متمركزه بمحلات ما بينفع فيها دايت، ما فينا نعمل لهم دايت، سو بيجوا منفتفت اللايبوليسيس، منكسر الفت ودورينج ويتش ثرو يورينيشن بيظهر من الجسم. اكيد نشرب المي وبنعمل فيزيكال اكتيفيتي واتسيترا. على كل حال التركيز هيئته عندكم على الفيزيكال اكتيفيتي او مزبوط. على التمارين الرياضيه، التمارين البدنيه. مزبوط، هي بتمشي بارالال. لازم اول شيء ياكلوا صحي، بنعطيهم دايت، بنقول مع الدايت مفروض تعملوا فيزيكال اكتيفيتي، لان اوقات ما بنشيل كثير، ما بنعمل فود ريستريكشن، يعني ما بنخفف كثير كالوري، اذا جسم عم تحرق ديزون 1003 ما فيني شيل انا 300 يا اما 400 اعطيه فيري لو كالوري دايت، سو بنقول 1200 1100 1200 ذا بيزك شبعان مش جوعان، يكون شبعان وبنشيل بنشيل الباقي ترو فيزيكال اكتيفيتي. خلينا نشوف فيديو بعرفنا اكثر على فود انجينيرز نرجع نتابع. مارال يعني شهيتينا هلا كل حلقه قرب الظهر، بس كمان فاذا في كثير اشياء ممكن تكون كثير طيبه وتكون يعني خفيفه بالسعرات الحراريه وصحيه، مش ضروري اذا عم نقول صحي وخفيف بالسعرات الحراريه نقول انه بلا طعمه او منه طيب. لا، بنحافظ على طعمه البيت، يعني كيف اهلنا بيطبخوا، بس اكيد بنخفف الزيت، ما في عندنا مقالي، ما في عندنا سكر، بنستعمل طالما اليوم موضوعنا عن السويتنرز، بنستعمل لو كالوري سويتنرز او زيرو كالوري سويتنرز، بيطلع طعمه كانك عم تاكلي طبخ بيت، وبنفس الوقت صحي
وبنفس الوقت طيب. فإذا الاهتمام كلي بالشخص مزبوط. شو ما كان هو بحاجة، لأن السايكولوجي بيأثر كتير. إذا طبخ منا طيبة البيشنت رح يزهق، طالما وقتها بيلاقي أنه لا طبخ طيب مثل البيت، تحضير كأنها نفس الطعمة البيت، ساعتها بيتشجع وبيكمل البيشنت. طيب خلينا، بما انه شفنا كمان جاتو عم ينعمل، كروسان عم ينعمل، يعني اشياء عاده فيها كثير سكر وفيها كثير بلكي دهنيات كمان، تنحكي شوي عن السكر وهيدا موضوعنا اليوم. هل يعني البديل عن السكر قد ايه مهم؟ وصار في عندنا انواع كثيره واسامي كثيره. مزبوط. سويتنرز هن اول شيء سكر، قبل 600 سنه جابول حطوا بالسوق سكروز ريفايند شوغر. من 600 سنه بلشوا ياكلوا العالم سكر، بس وقتها كان عندهم اكتيفيتيز، كانوا بيحرقوا كثير، وكان عندهم يعني ما في عندهم مواصلات مثل هلا، كانوا بدهم يمشوا، كانوا بيحرقوا كثير. بلش عندنا مشاكل كثرة الأخذ السكر، لأن السكر هي نحن منولد we are born with sweet tooth منسمي. This is natural desire. يعني طبيعي أنه الإنسان يكون بحب السكر. هلا في ناس ما بيحبوا السكر، بس إنه إجمالاً 99% بيخلقوا مع sweet tooth، بيحبوا. This is natural reaction، منا learned response. يعني نحن ما منعلم أنه البيبي وقتها، منجرب بيبي وقتها بيبكي منقط له نقطة مي سكر، بيبي بيروق. سو هيدي natural desire، مش إشي عم نتعود عليها. فإذا هذا إشي موجود بالإنسان، هلا بعدين بيكون في لايف ستايل بيعلمك غير موضوع. تكوني تحبي شوكليت بار، إذا كل يوم أمك تعطي مدرسة، يا أما بيعمل لك تارتين مع شوكو ماكس اتسيتيرا. بس بالأصل الإنسان بيخلق مع سويت توت، هاي منسمي this is desire، natural desire، natural reaction to sugar. نعم. بلشوا بعدين اندستريال، بلشوا يصنعوا بديل السكر. نعم. ليه بلش عندنا اوفر ويت؟ عندنا صار اوبيزيتي اوفر ويت. بلشوا يستعملوا يصنعوا بديل عن السكر. نعم. which is sweetener. بلشوا بالاسبرتام، سكرين، انواع كثير. هلا مش كل وفي عندك بروز اند كونز، كل الاف دي اي دي بروفد دان دي disapprove، بيقولوا لانه في سلبيات وفي ايجابيات. مزبوط. حسب دائما بيتغير. هلا في عندنا تايب يلي حوامل ما فيهم يستعملوها لان فيها فينيل الانين، هي الاسبرتام. سو هون النسوان الحوامل ما لازم يستعملوا، يلي عندهم فينيل كوتونوريا هي مرض، ما فيهم يقسموا فينيل الانين هي اسانشال امينو اسيد، هاي لازم يستغنوا عنها. وفي عندنا سكرين اف دي اي هلا شالها من السوق لان منا سيف التوكسيك. هلا احلى شيء للسويتنر تتكون قريبه كثير لسكروز. نعم. لتيبل شوجر. عندنا اسيس سلفام كي بوتاسيوم، فينا نخبز معها، فينا نحضر فيها أكل. في عنا نيفيلا، نحن بنستعمل نيفيلا لأن هي فينا نستعملها للدرينكس بقلب الليمونيت، فينا نستعملها للبيكينج، ما بتغير التكستشر. لأن كوندوريل هي بس تفوتيه على الهيت بتتغير التكستشر تبع الكوكيز. سو هلا كمان في عنا عم ننطر أبروفل فروم اف دي اي وحدة سويتنر اسمها أليتيم، يلي هي 2000 مرة مور سويت دان سكروز. بعدنا عم ننطر الابروفل فروم اف دي اي. طيب فاذا هل انواع البديل السكر رح يعني يكون عنده زيرو كالوري؟ في عندك نون نوتريتيف يعني بيعطيكي زيرو كالوري، في عندك نوتريتيف بيعطيكي مينيمال كالوريز، عندك بوليول سن شوجر الكحول مثل مالتيتول كزيليتول، هو بيعطوكي 1.5 كالوري بير جرامز. بس كمان منقول عن انه كمان هودول شو هن احلى شيء سويتنرز، بعدنا عم نفتش عليه، بعدنا ما لقينا. لان مش نيفيلا، اذا عم نستعمل نيفيلا هي اوبتيمال فور اول يوزز. بعدنا بعد الساينس عم بتفتش على بيرفكت سويتنر. طيب الحديث على انه البديل عن السكر بيخلي الواحد يكون عنده كريفينجز وبيجوع اكثر،
منا مزبوط، في ستاديز بتقول منا مزبوطة. هلا في كونز اند بروز اند كونز، بس كل لهلا كل ستاديز بتقول اتس نوت ترو. بس الانسان لكن يلي بيخلقوا يعني الاشخاص يلي بيحبوا كثير سكر، شو الطريقه اذا عم نحكي عن لايف ستايل مختلف لحتى اللي يقدروا يكونوا عم بيخففوا من هال؟ هلا بديل السكر هي فروكتوز، يعني بناخذ سكر من الفروت والهاني، بعدها بتعطي نفس الكالوري بس هن اصح، يعني ما بيعملوا ضرر. لان بعدنا وي نيد مور ستاديز تنقول هيدي سويتنر از نوت توكسيك. هلا بديل عن السكر لهلا بفتكر نيفيلا بعدها أزبط شيء، لان نيفيلا معموله مع ستيفيا، في عندنا ستيفيا نيفيلا مع ستيفيا. خبرينا شوي عن بيتزيريا عندكم. بيتزيريا بلشنا جديد لنا 6 شهور. الكونسبت هي بنعمل بيتزا دو، العجينة البيتزا عم نعملها مع اوت، يعني بتكون كتير خفيفة والاوت هي بتشبع و it binds to fat molecules. عندها كتير إيجابيات وكتير ناس عم بيتقبلها، لأنها أول شيء صحي، نعرف الأوت شو فين هي صحي، وعم بياكلوا شيء صحي ولو كالوري، لأن نستعمل التوبينجز الجبنة ميديوم فات، ما بنستعملها هاي فات. سو عندنا كتير بدائل حلوة وطيبة عن الأشياء اللي فيها كتير كالوريز، وأكيد بيتزا طيبة. شكرا لك مرار تسلاكيان، صاحبة فود انجينيرز. وقف هلأ ومنرجع منتابع مشاهدينا معكم، خليكم معنا.